السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع جميلة وأونست اي اي، الموقع دوت موقع ذكاء اصطناعي بالعربي، وزي ما انت شايف هو مثلا في حاجات خاصة بالمقالات، حاجات خاصة بالصور بالفيديو، فلما بتشترك كأنك شاركت في مواقع كتيرة. طيب خليني اقول له مثلا ان انا عايز كاتب المقالات الذكي، واجي هنا اقول له مثلا عايزك تكلمني عن الحضارة المصرية، وبيقولك عدد الكلمات الرئيسية اللي هيكون منها المقالة، Advanced Option لو انت عايز عربي، عايز مستوى الإبداع. بعد كده بتحدد بقى مثلا عايزك تتكلم عن التاريخ، عن الفلك، عن الفنون، عن الأهرامات، عن الأثري. بالتالي هنا بقى التايتل اوبشن، عايز تقول مثلا ايه أهمية الحضارة المصرية، العدد الكلمات الرئيسية هي ديت، number of title، اللغة تقدر تعدل بقى زي ما انت عايز. بقى كده تقول له اكتب لي العنوان، فهو بيقترح عليك عناوين كتيرة تبدأ تختار. وبعد كده هقول له بقى اكتب لي العناصر، فهو كتب لك العناصر بالشكل دوت. تبدأ تختار اللي انت عايزه وتقول له التالي. تقدر بقى اكتب لي نيور ايمج لو انت عايز السايز بتاع الصور، اللغة ممكن تقول له بقى ايه ارفاق صورة مناسبة عشان تبقى موجودة في المقالة. ممكن تيجي هنا تقول له اد وتضيف صورة من عندك من على الجهاز، او ممكن تقول له سكيب ذا ستيب، فهو يبدا يكتب لك المقاله بالشكل دوت، وهيخزنها لك في المستندات، بحيث برضو لو حابب ان انت ترجع لها في اي وقت تقدر ترجع لها وتقدر انت تعدل فيها ان شاء الله. فهو مستمر هو في الكتابه، ويسيفها لك في المستندات، فتقدر تفتح المستندات او تيجي هنا مستنداتك، هتلاقي تأثير الحضارة المصرية بالشكل دوت، فتقدر تدخل هنا وتقدر ان انت تعدل في الكلام لو انت حابب، كأنك بتغير على برنامج الوورد. وبعد كده تقول له حفظ، ممكن تعمل سيلكت مثلا على جزء معين كده مثلا، وتيجي هنا تقول له ان انت عايز تستخدم الذكاء الصناعي في ان هو يلخصها لي او اعاد كتابتها، فيبدا ان هو يشتغل بالذكاء الصناعي يغير لك الصيغه بتاعتها او يشرحها لك بشكل افضل او يلخصها لك لو انت حابب ان تلخصها. انا هنا قلت له اشرحها بشكل افضل، فبدا يكبر التكست اللي موجود. ممكن تقول له ترجمها لي، انا عايزك ترجمها لي الاسباني الانجليزي زي ما انت عايز. ممكن تقول له حسن لي الكتابه، ممكن تقول له شوف لي لو في اي مشاكل لغوية، فيعمل لك مراجعة، ولو في اي مشاكل اللي يبدأ ان هو يحلها لك وترجمها لنا بالانجليزي. تمام، فان شاء الله تعجبكم الموقع باذن الله. جرب كده وريت تكتب لنا في التعليقات.